الناس ثلاثة أنواع. نوع يردهم الله إليه ردا جميلا بدون مصائب وبدون ابتلاء، تجد صدره منشرح، يحب الطاعة، تواب، قلبه رقيق، وإذا أذنب خاف، الله يجعلنا منهم. نوع ثاني يردهم، لكن متى؟ بعد ابتلاء، إما مرض ولا مصيبة ولا يفسد عليه حياته، كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النوع الثالث الذين كره الله منهم الطاعة فيختم على قلوبهم، فتجده لا يهتدي لصلاة، صلاة ضائعة ولسان بذيء وحقوق مأكولة. هذا هو الذي يقول الله فيه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فيا إخواني يجب أن ننتبه، أي الناس نحن؟ إن كنت من الأول فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الثاني فبادر إلى الله، وإن كنت من الثالث فانتبه لا يفوتك الفوت.